في دراسة بتقول إن الجدة من ناحية الأم بتكون أحن بكتير من الجدة من ناحية الأب، إيه رأيك في الكلام ده؟ مش عارفة ده ليه، بس هي بالفطرة يعني إحنا طلعنا متوارثين الفكرة دي. ممكن تبقى جدة يعني جدتي مامة بابايا تبقى أحن من تيتا ومامة ماما، بس يعني المتعارف عليه إنه مامة ماما، فإحنا طلعنا بالتوريث حتى لو التانية أطيب يعني. بس أنا اللي عشان ما حضرتش مامة بابا فبالنسبة لي تيتا الله يرحمها يعني تمام. انا بما اني انا جده من ناحيه الام فانا بعتبر احفادي دول يعني هم كل حاجه في حياتي، وطبعا هي جدتهم الثانيه برضو حنين عليهم، بس انا وضع تاني. طب يا ترى هم بيقولوا ايه؟ هم بيحبوا الاثنين، هم بيحبوا الاثنين. انا بعتقد برضو يعني الاثنين بيبقوا متساويين، بس يمكن صح من ناحيه الام اكتر، مش عارفه يعني. انا كاحفادي يعني بحس ان البنت بتحس ان انا البنت بتبقى قريبه من امها اكتر، بالتالي بتخلي اولادها اقرب للام. يعني الجده ام الام بتبقى هي اقرب للام، فبالتالي هي الام الاكثر احتكاكا من غير الزوج بس يعني، فبيبقى هي احن واقرب في التعامل مع اطفالها. الاثنين في صراع ما بينهم، اللي هو كل واحد عايز يعني عارف اللي هو ايه الحب بقى، لا انا هعمل ده انا هعمل، ومامتي برضو بتعمل حاجات كتير وماما بتعمل حاجات كتير. لا الاثنين بصراحه يعني، لا والله الاثنين. انا اللي عايشاه بامانه يعني، ممكن تكون مختلفه في عائلات تانية، بس انا اللي عايشاه دي بنتي زي بنتي وغلاوتها من غلاوتها، وهي تشهد بكده. معنى كده ان الدراسه غلط لان حضرتك احن على يعني ليه؟ طيب بتقال دايما ان الام اللي من ناحيه الجده اللي من ناحيه الام بتكون احن، الكلام ده جبناه منين يعني؟ لا حسب بقى طبيعة الأسرة مش أكتر. أنا حاسة هما الاتنين حنينين، بس هو كل واحد بيبقى حنين بطريقته. يعني في حد الحنية بالنسبة له إن هي تبقى معطاءة قوي 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 وتدي حب من غير مقابل، وفي جدة تانية عندها بتبقى شوية ستراكت وأنا حنينة بس في شوية حزن. بس أنا حاسة إن الاتنين بيدوا حب عادي. هي الأم من ناحية الوالد بتبقى طبعا حنينة جدا، لأن ده حفيدها ده عمار بيتها بمعنى الأصح. والام مامه الماما بتبقى حد حنين عشان بنتها مش اكتر من كده، بس هو العصب اكتر طبعا ما فيهوش كلام. هي ممكن دي يكون كده، بس طبيعي الجدتين بيبقوا حنينين على اولادهم لان دول احفادهم سواء هنا او هنا. انت في تجربتك كان مين احن؟ لا جده الام طبعا. طبيعي لازم اقول جده الام. تيتا مامه ماما كانت عايشه وقت اقل، بس انا كنت انا لحد دلوقتي فاكراها يعني، متوفيه مثلا بقى لها 12 سنه او اكتر، بس انا فاكراها لحد دلوقتي، فلا كانت احن كتير بصراحه. كنت بتحس انها ام تانية يعني، كانت بتطمن عليكي وتسالك زيها زي ماما كده؟ يعني هو اللي انا فاكراه ان وانا صغيره ما كنتش بسكت غير معاها، حتى مع ماما ما كنتش بسكت، فهي اكيد احن. طبعا الجده ام الام احن، وهي فعلا انا ما شفتش ام الاب لان هي برضك متوفيه، فالله يرحمها يعني. برضك احنا ما شفناش ولا ان هي وحشه ولا حلوه لان هي متوفيه. بصراحه انا عندي بنت واحده، مامه جوزي هي اللي مربياها، فهي مياله الاثنين برضه. هو في الاساس التربيه، هو التربيه احنا اتربينا على ايه؟ يعني الحنيه مش مرتبطه بالام او الاب؟ لا مش مرتبطه طبعا، اكيد الحنين هو بيبقى حنين سواء بقى ام الاب او ام الام يعني، اي مش مرتبطه حتى اي حنيه. طبعا بنشكر كل اللي شاركونا التقرير برأيهم، ونرجع نقول انه زي ما الدراسة دي اتعملت في بريطانيا وقالت انه ام الام احن، طلع انه عندنا في مصر دي كمان واقع. احنا لو عاملين ده استفتاء كان فعلا كله هيطلع ام الام. ايه السر؟ السر اللي هي فعلا اللي موجودة جنب بنتها وبتوضع هي امها. مش ايه؟ مش الام، مش الأم. ام الاب صحيح. امها. فاول ايد بتشيل مين؟ الام اللي جدة من ناحية الام. ولكن نرجع نقول الجدتين مشاعرهم بتبقى